هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يمكن امبارح هيئة الأرصاد نوهت أنه بداية الموجة الحارة هتكون من النهاردة، أخبار الجو إيه؟ بالفعل يمكن وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية هنبدأ من اليوم نتأثر بمصادر كتل هوائية مختلفة تماما عن مصادر الكتل الهوائية اللي كانت بتأثر علينا خلال الأيام الماضية، ويمكن كمان كانت قيم درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية. صحيح. من اليوم هنبدأ نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية بشكل تدريجي، فده هيؤدي لارتفاع في قيم درجات الحرارة لأن الكتل دي هتكون مرتفعة في قيم درجات حرارتها. كمان في طبقات الجو العليا كان بيأثر علينا الأيام الماضية منخفض جوي، المنخفض الجوي ده كان عمل على وجود سحب منخفضة متوسطة. تدريجيا هنبدأ نلاحظ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، يمكن ده هيكون أكتر خلال الأيام المقبلة إن شاء الله، وده يساعد أكتر كمان على ارتفاع قيم درجات الحرارة عشان نبدأ من اليوم بداية موجة حرة إلى شديدة الحرارة. تبدأ معانا اليوم الجمعة وتستمر معانا على مدار الأسبوع اللي جاي كله، معظم الأيام قيم درجات الحرارة هتكون أعلى من المعدلات الطبيعية. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 34 درجة مئوية في الظل طبعا، وده أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجة. وأجواء فترة اليوم مع وجود أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة هنحس إن هي الأجواء الحارة في القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري في شمال الصعيد في كمان مناطق من السواحل الشمالية، لأن أغلب المحافظات الموجودة في الجمهورية تتأثر بارتفاع قيم درجات الحرارة. الأجواء في المناطق الجنوبية تكون أجواء أشد حرارة وأجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيحصل طبعا انخفاض في قيم درجات الحرارة، ويمكن هي مش هتتأثر بشكل كبير بالارتفاعات، يعني مش هيكون فيها ارتفاعات ملحوظة خلال فترة الليل، لكن أيضا هنبدأ نحس إن فترة الليل بدأ قيمة درجة الحرارة الصغرى ترتفع. أجواء معتدلة فترة الليل بشكل كبير، لكن نشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا خاصة فترات المساء وساعات الليل ده هيخلينا نحس بقيم درجات حرارة أقل، ويلطف الأجواء نوعا ما خلال فترات الليل وساعات المساء، لأن نشاط الرياح سرعته ما بين 30 إلى 35 كيلومتر على الساعة في معظم محافظات الجمهورية. كمان نشاط الرياح اليوم هيؤدي لإثارة الرمال والأتربة في مناطق من أقصى غرب البلاد، مطروح، السلوم، سيوة، المناطق دي بس اللي هيكون عليها بعض الأتربة والرمال المثارة، باقي مناطق الجمهورية ما فيش أي أتربة ورمال مثارة. كمان نشاط الرياح اليوم هيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، ما زالت ارتفاعات الأمواج بتتجاوز 2.5 متر، فلازم ناخد بالنا رواد البحر الأحمر لازم ياخدوا بالهم بقدر الإمكان، ودايما لو احنا هننزل البحر نكون في منطقة قريبة من الشاطئ، لكن البحر المتوسط معتدل مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. الارتفاعات في قيم درجات الحرارة هتكون فيها مزيد إن شاء الله خلال الأسبوع اللي جاي، يعني احنا النهاردة عظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، بكرة السبت هتكون 36 درجة مئوية، مع منتصف الأسبوع توصل ل 37-38 درجة مئوية، ويمكن كمان ذروة الارتفاعات هتكون من منتصف الأسبوع ونهاية الأسبوع. الموجة دي هتكون موجة ثقيلة بشكل كبير، هي موجة حرة شديدة الحرارة، يعني احنا الأسبوع اللي جاي كل الأجواء هتكون أجواء شديدة الحرارة في أغلب المحافظات، فبقدر الإمكان ناخد احتياطاتنا، وأهمها إن احنا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات الظهيرة، لأن ده ممكن يزود إحساسنا بقيم درجات حرارة أعلى. دايما نكون واحنا خارجين معانا غطاء للرأس يحمينا من أشعة الشمس، طبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، ومهم كمان بقدر الامكان نتواجد في اماكن جيده التهويه، ده ممكن يساعدني على الاحساس بقيم درجات حراره اقل. وطبعا نستمر في المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان وارد جدا يحصل تغير في قيم درجات الحراره بالارتفاع او بالانخفاض. اكيد طبعا هنتابع مع حضرتك يا دكتوره منار، وبنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده.
في القاهرة العظمى 34 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 35 22، الإسكندرية 34 23، أيضا العلمين الجديدة 34 23، مطروح 36 23، ودمياط 29 21، بورسعيد 28 21، والإسماعيلية 35 20. السويس العظمى فيها 35 والصغرى 21، والعريش 29 17، كاترين 32 13، وطوبة 35 23، حلايب 33 24، شلاتين 35 25، شرم الشيخ 37 27، والغردقه 36 26، في الفيوم 35 22، وفي بني سويف 35 21، اما في الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 27، اسيوط 36 23، وسوهاج 39 26، انا 40 27، والاقصر 38 28، واسوان 39 29. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة تانية دلوقتي لجمانة ومحمد ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر.